انيفرسير ميد راديو و سنه حلوه يا جميل كيعجبني ميد راديو بزاف لاسك يضحكوني وكل شيء كيعجبني فيهم و زوينين بزاف كل سنه وهو بخير يعني جات واحد الممثله ومغنيه في نفس الوقت الحزن يعني نشطاتو بكل ما عندها بكل طاقه يعني نشطاتو كان بيقول لي يعني كيدير شي مواضيع مثقفه فيه الضحك يضحكنا شنو كيعجبك انت في مدغاتو شنو كلشي 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 تقولي لها شي حاجه من عندك مناسبه عيد ميلاد ديالها كنبغيها كنشكر هاد المدرجي بزاف الناس تبارك الله يعني تنشطوا الناس تنشطوا المواطنين وجوين فيغسيغ ميد راديو وشكرا لكم بزاف بزاف ومرحبا بكم عندنا في مراكش انا بغيت نقول كلمه في حق ميد راديو انا من متتبعين ميد راديو وكلشي مداس المكفوفين تيحماقوا على هذه الاذاعه لان تيوصلوا لنا داكشي اللي ما كنسمعوه يعني ما تنشوفوه تنسمعوه ومن بشائر الصباح حتى يعني مامو مبارك الدريبي وراه طوب 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 وانا من تتبع لهم بهذا المناسبه هذه بهذه المناسبه بنقول لهم الله يخليكم ديما في القمه وراه يعني احسن اذاعه في قلبي شخصيا نقول ميد راديو شكرا بزاف وانا عزيزه عليا وكنقول سي محمد العطاري وهشام على سلامتهم وكنشكرهم بزاف هذه الاذاعه احسن اذاعه فعلا نفعتنا بزاف كنكون نقولها بصراحه من الصباح حتى للعشيه احسن اذاعه شنو تبغي تقولي لهم بهذه المناسبه شنو كتعرفتي كتبغي تهضري كتلقي راسك كلشي كيمشي لك بالفرحه ولكن عيدنا مجموعين وصراحه علمتنا نعيشوا مع الحياه علمتنا كيفاش نهربوا من الضغوطات علمتنا نعرفوا نعيشوا علمتنا نحبوا بعضياتنا نضحكوا في وجه بعضياتنا تضرني شي حاجه كنعاودها لك وانت كتحلي لي المشكل بسيط وتيبان لنا حنا كبير واذاعتنا هذه الدار الكبيره